حكينا عن الحركة التقليدية في ديكور الملازم. نور، الحركة هيدي بلشت بالانتيريور وبالديكور تقريبا بالخمسينات. وكانت يعني البداية، كان الأشخاص تعبوا من الطابع الكلاسيكي يلي مش من جيل لجيل، ووصلنا على هذا العصر وكلهم صار بدهم يغيروا من هذا الستايل اللي عم نحكي عنه يلي هو كتير كلاسيك. وبتعرف الكلاسيك يعني بكون عندك اشياء تفاصيل كتيرة، من تدهيب، من حفر، من كتير امور اذا فينا نسميها شوي بتكون معجقة. فاجت هيدي الحركة وكانت مثل ريفولوشن.